يعني أنا بعتقد أن الفلسطينيين كانوا جادين وصادقين، ومرحومنا والرمز الشهيد أبو عمار كان صادق لما وقع على وثيقة أوسلو. كان هنالك قائد اللي اسمه رابين، إسحاق رابين، وبأمل أن يكون نتنياهو، إنه عنده الجرأة، مستر نتنياهو، السيد نتنياهو عنده الجرأة إنه يكمل مشوار رابين، مثل ما عم الأخ الرئيس أبو مازن عم بيكمل مشوار الرئيس عرفات، لأنه كانوا مع بعض في هالعملية هذه ونحن كنا صادقين. نعم، هل تتابع الانتخابات الإسرائيلية اليوم؟ نعم أتابعها، وشايف إنه اليمين الإسرائيلي هو المتغلب أو المتسلط على الموضوع. أنا كل ما بروح على نابلس بشوف ضيافتات شو بكتبوا عمالهم، إنه هجروا الفلسطينية، هذه مش بلدهم، هذه مش كذا، فبتألم كتير لأنه بأمل من الجانب الإسرائيلي العاقل إنه يقول إنه إحنا مصيرنا إنه نعيش مع بعض. لك دور مهم جدا من وراء الكواليس ومن أمامه في مسألة المصالحة الفلسطينية، أين وصلت المصالحة الفلسطينية اليوم؟ أبشرك خيرا وبشر المستمعين خيرا، لأنه أنا بعتقد كان لي الاجتماع مع إخواننا بباقي القوى الوطنية مع الوفد اللي ذهب إلى القاهرة، وتكلم الأخ عزام الأحمد، وأنا بعتبره أنه صادق بمشاعره بهالموضوع هذا، وكان متفائلا جدا وقال أنه المرة هذه بعتقد من العناية المصرية ومن الوجود المصري والجانب الفلسطيني والجانب الحمساوي. متى سيتم الإعلان عن المصالحة الفلسطينية بشكل نهائي؟ إن شاء الله قريبا. أنا بعتقد أنه أنا يعني بكبر وبنوح بالإخوان اللي اجتمعوا، بنوح بدور مصر العظيم، وأنا بقول أنه الإخوان في فتح وحماس جادين جدا، وبأمل أنه الكل يساعد المشوار هذا، لأنه بالمصالحة هو الأمل. كيف نظرت إلى ولاية أوباما الأولى، وما هي التوقعات من الولاية الثانية الآن؟ يعني هون كمان يعني تأملنا الخير لما سمعنا خطابه في القاهرة، في جامعة القاهرة، كان عظيم كتير وتأملنا خير، ولكن ضغوطات إيباك وضغوطات الكونغرس الأمريكي غير من موقفه السيد أوباما. بنأمل إنه هالمشوار هذا، الترم هذا أو الترمو الجديد أو ولايته الجديدة راح تخلي الضمير والمصداقية والأخلاقية تقول إنه في للفلسطينية حق مثل ما كان يقول في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران. اليوم بعيد شوي عن هموم السياسي، ندخل في الاقتصاد. حضرتك اليوم تعتبر يعني، وشركتك التي تشغل آلاف الموظفين الفلسطينيين تعتبر من حجر أساس مهم في الاقتصاد الفلسطيني. جئت لتستثمر في بلد غير مستقر، اقتصاد غير مستقر، سياسة غير مستقرة، هذا منافي لكل ما يقولونه في الاقتصاد وفي مدارس الاقتصاد. لماذا عدت لتستثمر هنا؟ كان الدافع في إنشائها كان دافع وطني 100%، وقلنا إنه منيح يكون فيها ربحية شوي، معقول ربحيتها، ونقدر نبني مثل ما تقول الانفراستراكشر اللي هي البنية التحتية، وننجح العمل السياسي باقتصاد مضبوط. جينا حطينا 200 مليون دولار سنة 1994 وأنشأنا شركات تهتم في البنية التحتية لكي نبني بعض المؤسسات اللي تنبنى عليها الدولة، والحمد لله في عنا اليوم 35 شركة. مع الأسف الشديد تكون 30 شركة ما بتعملش أرباح، الحمد لله متنفسين، ونعتبر أنه إحنا عندنا حوالي 22% من اقتصاد فلسطين. أنا إلي شرف أن أكون رئيس مجلس إداري. بعض رجال الأعمال يساهمون في الاقتصاد هنا وهناك، ولكنهم يعيشون في الولايات المتحدة أو في أوروبا أو في الخارج. حضرتك تستطيع أن تعيش في أي بلد تريد، ولكنك اخترت أن تعيش في نابلس.
لماذا؟ هذا مرض، لأنه المرض اسمه المرض الوطني. الشعور الوطني دائما بشدني لهون، وأنا أنا أحسن أيامي وأنا موجود هون، وكل يوم كل يوم الواحد بفيه عنكد وبنام عنكد قد ما بشوف الحواجز الإسرائيلية والمضايقات الإسرائيلية. وطبعا اللي بتبحنا أكثر هو الانقسام، وإن شاء الله إنه الانقسام راح يروح يولي من دون رجعة. بس أنا متفائل. بس عندك أحيانا ندم إنه بتقول لو عشت في أوروبا مثلا كنت سأكون مرتاح البال في باريس أو في لندن؟ نعم، بس أنا لا بفضل إنه أعيش هون، وبأمل إنه من إخواننا اللي برا إنه إما يبعثوا أولادهم مثل ما بيعملوا الإسرائيليين، إنه يبعثوا أولادهم شهر بالسنة أو كذا، من شان ضل في الوصل هذا مهم كثير كثير، الرحم هذا الوصل مهم كثير كثير والتواصل. وبأمل منهم إنهم يجوا يزورونا بين حين والآخر، لأنه مهم كثير 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 إنهم يعرفوا شو موجود هون. تم ترشيحك وعرض عليك 3 مرات أن تكون رئيس لوزراء فلسطين، وحضر اعتذرت عن تولي هذا المنصب. أنا قلت في هذاك الوقت لما سألني الأخ أبو عمار، قلت في هذاك الوقت مهم ضل ديمومة إخواننا بفتح، يعني ما بدنا نقسم فتح. وأنا بعتقد الأخ أبو مازن إجا وعبى الكرسي، يعني بعديها إجا الأخ أحمد إخريع. وأنا كان يعني بودي هلأ إذا من طلب مني بدي سيدة، أشوف سيدة شابة، يعني شابة إن هي تصير رئيسة وزراء وتصير رئيسة الدولة وتصير مديرة، أو شاب بدنا نحرك. أنا كنت وزير، كنت وزير في الأردن، وكنت وزير هون، وكنت كذا، وشايف الدنيا كلها. بدنا الناس جدد يجوا يقودونا، هذا وقت الشباب، وقت الشباب. بس أنا مستعد أكون خادم لأي رئيس وزارة أو لأي رئيس جمهورية أو لأي هذا شاب يريد إنه يطلب أنا راح أساعده من دون ما يطلب حتى مساعدة مني، لأنه في عندنا خبرة كافية إنه كيف ندير. يعني لا تشعر بينك وبين نفسك إنه على الأقل في واحد من هذه الترشحات ربما لو قبلت كان كنت ستستطيع أن تغير الوضع بشكل مختلف، كانت لديك رؤية مختلفة؟ سؤال صعب إجابة علي. إيه، بعض مرات بلوم نفسي، بلوم نفسي بعض مرات. طبعا الأقدار بيد الله، بس يعني ما بعرف شو سؤالك صعب. وبقول إيه إنه لربما بعض المرات لما بشوف الأمور سودة هيك بقول يا ريت قبلت. بتألم لما بشوف الانقسام، بتألم لما بشوف الاحتلال، بتألم لما بشوف الحالة هذا. بس إخواننا ما شاء الله عنهم يعني بالحكومة والدولة عم بعطوا كل جهدهم. أنا بعتقد الأخ أبو مازن يعني رئيس كثير جيد ومحترم، وبعتقد إنه عم بعمل كل جهده. نعم. طب أنا أريد أن أبتعد الآن عن هموم السياسة والاقتصاد لأتحدث معك عن شغف خاص بك وهو شغف الفن. يقال بأنه إذا أردت أن تجلس على كرسي لنابليون بونابرت أو على عرش الخديوي إسماعيل أو يعني رؤية لوحات لبيكاسو، ما عليك إلا أن تزور بيت أو قصر منيب المصري. مبالغ فيها، بس أنا من 40 سنة من 30 سنة بحب أجمع أشياء هيك. عندي كرسي الخديوي إسماعيل، كرسي بونابرت ما عندي. ما عندك، هاي بس شائعات. بس في بيت لنابليون الثالث، أزاز اللي هي حديقة شفتها وقلت إنه محلها الحلو نتيجة على نابلس، حديقة شتوية من الأزاز. في كرسي الخديوي إسماعيل اللي هو جد الملك فاروق، عندي إياه. وفي عندي بعض الأشياء اللطيفة اللي بعت يوم من الأيام هذا بيت فلسطين بده يكون مركز أبحاث، في إنه يجوا من جميع البلدان بين 15 و20 أستاذ يعلموا في الجامعات. مشاهدينا، نحن سنكون معكم في تغطية خاصة ومتواصلة من كافة زوايا الحدث في يوم الانتخابات الإسرائيلية، فكونوا معنا. ومن دفتر مذكرات الثورة المصرية، رواية على لسان أسرتي وأصدقاء مينا دانيال، نتابعها مع عمر